حصه اعطيني عباتك. ليش؟ شنو ليش؟ هم ما قالوا لك؟ منهم؟ شنو منهم؟ اهلك ما قالوا لك شيء؟ شنو قالوا لي؟ ها ايش فيك يا حصه؟ ما قالوا لك ان المعرس ياخذ عبات العروس ويصلي عليها ركعتين؟ على العباه؟ ايه على العبات؟ ايش فيك انت؟ ايه صح صح تذكرت. اشوه خرعتيني يا معوده. اتغشمر معاك؟ لا هذه ما فيها غشمره، وقفتي دم قلبي. بسم الله عليك سلامه قلبك. يسلم عمرك. حصه تخافين علي؟ لعبات أحلى عبات. سعد أبوي أنت حصب الجبلة. سامحيني أنا أول مرة أتزوج. الله أكبر. عبد الله يما قعدت عشان تروح الشغل. إيه يما إيه. ما شاء الله قعد قبلنا. إيه يما قعدت ولازم ألحق على الربع بالصفات، لا سيارة تروح علي بعدين أركض ركض وراهم. لا يما لازم تاكل شيء. يما ما يمديني أنا 3 أيام شغل ويوم عندكم إن شاء الله. الله يعيننا على فرقك يا وليدي، البيت الحين خلا بعد حصة من غير شر. لا تحاتين راح يجي بسرعة وقت فما الله. حفظه يا وليدي الله معك. صباح الخير. صبحك الله بالخير. هاي برايح الحين؟ ايه برايح، تأخرت لازم اروح الصفات، الربع ناطريني هناك. روح يا وليدي روح، توكل على الله، الله يسهل دربك ويستر عليك. الله يحفظك يا يما. غنيمة تعالي تعالي ابي اخذ رايك. خير ابو بدر، تاخذ رايي بشنو؟ البيت كبر علينا انا وياك يا غنيمه، وبعد ما اشتغل عبد الله وارتاح ولقى له مكان وحصه تزوجت والله يسر امرها، صار لها شهر الحين، لازم نزوج عبد الله. نزوجه الحين؟ ما تبينا ننطر عليه لما يشد نفسه بالشغل ويتعود عليه؟ يا بنت الحلال صار له شهر الحين، لا تخافين عليه، لازم نزوجه بنت الحلال. تبيني أدور له وحدة؟ لا لا ما في داعي تدورين له، أنا عندي له بنت الحلال وطيبة. من هي؟ أميرة. أميرة بنيتنا، ياخذها عبد الله ويستر عليها وعلى ولدنا، أحسن من باكر ياخذها واحد غريب ويضيع الولد ويتوه. وايد ناس يا غنيمة تزوجوا زوجات إخوانهم علشان يسترون عليهم ويحمونهم. إيه بس يمكن عبد الله ما يرضى يا أبو بدر، يمكن عبد الله ما يبيها. أنتي ما عليك، خليها علي وأنا أجيب عبد الله ومنيرة وأكلمهم، لازم نزوجهم، هذا أحسن لهم وأحسن لنا. جم بدر. هلا خالتي حياك. هلا يمه هلا.
شلونك؟ بخير الله يسلمك. ايش دعوه يا يمه ما قمتي تمرين؟ والله اني ولهت عليك وعلى عبادي. اسمحي لي خالتي انشغلت شوي. يا بعد عمري. هلا يمه شلونك؟ تعال يمه تعال. والله اني ولهت عليك. ايش اخبارك خالتي؟ بخير يمه الله يسلمك. والله يا يمه ما ادري ايش اقول لك. قعدنا انا وعمك ابو بدر وفكر بالموضوع يعني وايد، وشفنا يمه يا منيره لازم تتزوجي، ما يصير كذي قاعده بروحك. انت خذي راحتك. كان وقع الخبر علي كالصدمه. فكري بالموضوع. كمن ياكل التمره مع ماء البحر؟ لم أعرف له طعما. تبدلت مشاعري، لم أعد أعرف ما أريد وما لا أريد. لم أعد أميز ما هو صحيح وما هو خطأ، ما هو مقبول وما هو غير مقبول. اختلطت مشاعري، لم أقل شيئا، لم أرفض ولم أرضى، ولم تضغط علي خالتي أم بدر. لحساسية الموضوع لنا جميعا، لكنها بررت بأننا كلما تقاربنا، كلما خففنا على بعضنا البعض فقدان بدر. وإذا كان هناك من هو متضرر فإنها المتضرر الأول والحزينة، ولن يعوض فقدانه سوى أن نكون بجانب بعضنا البعض. لقد مسحت هذه الإمرأة على قلبي مرارا، كنت أرى فيها الحكمة والعفوية والصدق، ما ينير لي طريقي ودربي. سعد، سعد قوم. خير حبيبتي؟ في شيء؟ سعد ودني عند أهلي. خير يا حصة؟ أوديش عند أهلك؟ ليش شفتي مني شيء؟ لا، هو النعم فيك بس لا يعجبني. لا يعجبك مني انا؟ انا ما قلت لك شيء يا حصه، لكن سمعتي كلمه مني ولا مني؟ انت ما غلط علي بشيء ولا زعلتني بشيء، بس لا يعجبني من الصبح. ليش حبيبتي لا يعجبك؟ اجيب لك ماي. يما 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 ابي ماي. حصه شبتك. لا لا لا، هذا لبن. تعال. هذا لبن؟ اي. ايش في شكل متغير شيء؟ هذاك الماي قدامك. سلامك يا وليدي الله يهديك. الا تقعد يا يمه تشرب الشاي، توني حاطه القوري. مشكوره عمتي، انا جاي اشوفك واسلم عليك. الله يسلمك، ايش دعوه يا يمه؟ اقعد خلينا نسمع سوالفك، سوالف النفط. النفط؟ لا، اليوم انا اجازه. ايه كيفك؟ عندك شغل تبي تروح؟ على كيفك يمه. اذا عندكم الجيمات انا بقعد. يا حليلك يا سعد، حليل سوالفك، تهبل. كيفك يمه؟ على راحتك، بس سلم على الوالده والوالد وايد. يسلم عمرك عمتي. تحب العافيه ان شاء الله. الله يسلمك، فمان الله. مع السلامة حصة. فمال كريم يما، الله يحفظك.
ايش فيك؟ بسم الله عليك ايش فيك؟ يما ما ادري ايش فيني، كل ما اشوفه واشم ريحته تلوع كبدي. زين زين، بالمبارك بالمبارك يا يما، ما صار لكم شهر ما شاء الله، كان قلتي لي على الاقل ابارك حق سعد. تكفين يا يما، لا تبين طاري. When we dig down to the bottom, we will face three problems. First, a strong layer of rock could damage a drill head. Mohammed, tell them, please. Okay, sir. أنا أقول لكم، المهندس يقول في عندنا مشاكل، لأن في طبقات منهم طبقة صخرية. إذا حفرنا على طبقة صخرية ينكسر عندنا الرأس. زين، شلون نعرف اذا في طبقه صخريه قويه؟ انا اقول لك بليز، عشان نعرف ان في طبقه صخريه من نبدا نحفر ننزل حفاره، الحفاره المفروض انها تلف بسرعه، لكن من يوصل الراس يوصل للطبقه الصخريه شوف، لا يلف شوي 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 شوي، عاد من نشوف خلاص العمود تم يلف شوي شوي، يعني ان اكو طبقه صخريه تحت. هني نقول على طول حق الحفار، نقول له ستوب، يكون شنو؟ نحافظ على راس الحفارة. Yes sir. Okay. Any question؟ حد عنده سؤال؟ شنو الخطر إذا طلع الغاز بكمية كبيرة؟ عبد الله، أنت تعرف إنجليزي، حاكي المهندس. أنت تعرف إنجليزية؟ Yes. He's from المباركية school. أنت سعد. And we speak English, sir. How many students know English? One. Oh good. Good. Hello. And please. All right, sir. I hope my broken English helped me to explain. Okay. That's not broken English. It's perfect English. Very good. Is there any petrol in the sea? A good question. Most likely there is petrol in the sea. عبد الله يسأل المهندس، يقول له اكو بترول بالبحر، قال المهندس احتمال يكون اكو بترول بالبحر. شفت؟ في بترول بالبحر. ابو قلبين. ثانك يو. ثانك يو. ثانك يو. ثانك يو. يما يما هلا هلا بوليدي، هلا بحبيبي، هلا بشوفك. الحمد لله يما، انت شلونك؟ الحمد لله بخير يما. غبت عنا 3 أيام، كانوا 3 سنين. يما شو اسوي شو اسوي؟ قاعد يدربونا على الشغل، يدربونا شلون نحفر حق النفط. صدقني يما، مستر جون ابو حمد ما قصروا. اي على طاري ابو حمد، شلونك عبد الله؟ هلا حصه، هلا زارتنا اليوم. اي والله غصبان علي، حصه نسه صار لها يومين عندنا. صج؟ بالمبارك بالمبارك. أنا شو سعودي داوم بكر اليومين، زام وزامة. بعد عاد أنا قلت لها خليك عندنا كم يوم لين تعدل كبدك بعدين روحي. زين شوفي، قاعد أكتب كل اللي يقوله مستر جون. صدقني يمه، تفاجأ إنك تحكي إنجليزي. تحكي إنجليزي؟ إي يمه، أنا درست بالباركية واشتغلت مع الهنود والأجانب، نسيتي. عافية عليك يا يمه، وإن شاء الله بعد الشغل تكملها، أزوجك وأفرح فيك، قول آمين. الله كريم الله كريم. انا بحط اغراضي، اذا يا الوالد على الغداء نادوني ان شاء الله. عاد انا يا يمه. يمه ايش فيك؟ كلش مو وقت الحين تخطبين لاميره. انت ايش فيك الحين؟ خوش وقت لازم اقول له. ما صدقنا على الله يضحك، خلي شويه. يعني تقين متى اقول العصر؟ اي عصر؟ قولي بعد شهر. الله، بعد شهر؟ ايش دعوه؟ والله الود ودي ما يروحون عني طول العمر، ولا زوجهم، اقعد بس كذي
أطالحهم وأطبخ لهم وأغديهم. هذا بذمتك؟ هذا اللي تمنينا؟ أي والله ما بيهم يروحون. الله يهداك أمه، يعني وين بنروح؟ نتزوج بنت مهني. أدري أمه أدري، بس قلب الأم ما ودي تروحون. والله عاد لو كل أم تسوي مثل ما تسوين كان الناس ما تزوجوا ولا تناسلوا وكان انتهت الدنيا من زمان. صدق إنك عنانية. بعد شو أسوي؟ بدر قوم قوم غنيمة، ايش فيه؟ اخاف عبد الله يطلع وابي اكلمه في السالفة. روحي كلمي بعد يا تشاوريني الله يهديك، روحي قبل لا تنخطب البنية وتروح عليه وعلينا. اي بس حصة تقول مو وقت الحين. مش حصة شكو، روحي 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 كلمي وقولي لي. اروح؟ اي روحي، اي والله اروح روحي الله يهديك. ياه عبد الله يمه قاعد؟ ايه يمه حياك حياك. ايش قاعد تكتب؟ ماكو يمه، قاعد اكتب اللي قال لنا اياه سيد جون. ايه انت تقول معاكم ابو منيره بعد؟ اي يمه ابو حمد ويانا وهو يترجم حق الباجي ويعدل حق سيد جون شويه. ليش يا يمه كلامه مكسر؟ شوي. عبد الله وليدي، انا وابوك قعدنا وفكرنا في الموضوع وايد ونبيك تكمل نص دينك يا يمه وتتزوج. عبد الله منيره ترى طيبه وبنت حلال. يا يمه هذه بنيتي انا مربيتها. بس يمه شوف يمه لا تستعيل، حتى لو مو علشان خاطري انا وابوك، علشان خاطر عبد الله الصغير. صدقني يا يمه ما راح تلاقي مثل منيره، ذهبه وطيبه وما تسمع لها صوت ابد. انت يا يمه لا تستعيل، فكر في الموضوع على راحتك، بس اتمنى اتمنى انك ما تردني يا يمه، ما تخيب ظني. عبد الله وين رايح؟ قريب ما انا متاخر.
امي تقول الحي لازم يعيش، دام انه مكتوب لك عمر لازم تعيشه، ترضى ولا ما ترضى. الدنيا هذه مثل ما ترضى بخيرها لازم تحمل ظروفها، واللي ما يحس بقسوتها هو اللي يقدر يتحملها، لان ما قدرت عليه. منيرة الحين ما تعني لي شيء مثل الاول، واذا انا بتزوجها علشان اخوي الله يرحمه اثر على ولده وعليها وعلى امي وابوي، انا راضي باللي يصير لي، راضي بكل شيء، لاني تعلمت اني ما اشيل الحزن بقلبي ولا الزعل، لان ما في شيء يسوى تشيل الحزن والزعل بقلبك. وانا بمشي بهالطريق، الطريق اللي مكتوب عليه امشي فيه، ادري ان الطريق طويل بس بمشي، دام انه مكتوب لك عمر لازم تعيشه، راضي ولا مراضي لازم تعيشه، وانا بعيش. أنا قايلت لكم جاب أنتي جاب ولا كلمة حصة جاب يلا دارت يلا شوف يلا هي والله هلا يما هلا عبد الله عساك على القوة يما الله يقويك حبيبي ما نمتي قعدت تحاتيك يما ليش تأخرت لا تحاتينا يما لا تحاتين لا تحاتين يمه خير يمه الموضوع اللي كلمتيني عنه اي موضوع منيرة يما انا خلاص خلاص انا راضي اشوي يما انت حليت انا وابوك قعدنا نحاتيك بارك الله فيك يا وليدي بارك الله فيك ايش فيك؟ شنو بس؟ شنو خلاص؟ بس خلاص ماني مشتغل ايش فيك خليل؟ لا يكون دائم احد جاي يشتكي عليك بعد اي خاسي؟ اي خاسي لا هو اللي يشتكي علي؟ حبيبي انا طول عمري سمعتي مثل الذهب اي نعم مثل الذهب انا اكتب عربي وطقطق انجليزي ايش عبالك انت؟ والله حيل ايش فيك يا مخرعنا بصباح الخير ها؟ حبيبي من الاخر لا قاري بعد اليوم لا قاري بعد اليوم اي شنو افهم من كلامك والله ها تفهم من كلامي اني ماني مشتغل وبشتغل بشركه النفط اي يبا هانت هانت شركه النفط مره واحده اي شركه النفط يبا ايش لك بالتعب ايش لك بالتعب يا خليل وانت عارف ان شغلهم كله تعب بتعب هالشمس هذه يبا كل واحد طايح اللي بضربه شمس واللي يبا ايش لك بالتعب ولا واللي ما يشوف اهله تقدر تفارق اهلك تقدر لا وبعدين تعال
يبا كل هالشغل والتعب على كم بيزه على كم ربيه يبا ما تسوى. هذا اللي بينني 30 ربيه ما تسوى. تدري يعني شنو 30 ربيه؟ 30 ربيه يعني سنه ونص اشتغل على هالقاري. رايح راد رايح راد. اقول لك شيء يبا، هذا القاري عندك اخذه، وهذا الجاكيت هم اخذه، بيعه سوي اللي تبيه، ولا اقول لك غط في عيالك. يلا يا ابو خليل. خليل يا خليل، ما بيسمع شيء. خليني اتكلم يا خليل. راح زين، اعطني مجال اتكلم يا خليل. خليل خليل يا خليل، لا تروح تخليني يا خليل. اخ خليل، كان اللقاء مفاجأة لعبد الله كما كان مفاجأة لي تماما، حيث أخبرني أبي بأن أبو بدر يرغب في رؤيتي، وقد كتم حتى أكون وسط الأمر وبحضور عبد الله. كففت صامتة مطأطأة الرأس راضية بكل ما يجري لي، غير قادرة على وقفه أو حتى التفكير في تغييره. أحسست بشيء، بأنه لابد من كل ذلك لأنه واقعي ومنطقي ونقي. وكانت ردة فعل عبد الله هادئة وراضية، متقبلة مثلي أنا تماما. أنا موافق. كفو. بالمبارك. السلام عليكم. بالمبارك. خالتي أم بدر كانت هي الأكثر فرحاً، وترى بأن الشمل قد التم مرة أخرى، ويجب أن تعود المياه لمجاريها. شكر الله سعيها، وكان سعيها بخير لنا جميعاً، ووحدت النفوس والقلوب. ما سويت يا ولدي. كفو والله كفو. الحمد لله الحمد لله. بالمبارك يا ابوك. بالمبارك ان شاء الله. بالمبارك يا منيره. الله يبارك فيك. الحمد لله الحمد لله. رب العالمين.
ولم تشأ النفوس ولا الظروف أن نعيش عيشة طبيعية كأزواج. فأرجع لي عباتي ومن ثم نام على الأرض.